مفوضية الانتخابات تعلن ارتفاع نسبة تسجيل الناخبين والبطاقات الموزعة، والتحالفات المسجلة تناهز 30 تحالفا. أكثر من 60% نسبة الإنجاز في طريق بغداد كربلاء، وفريق الجهد الخدمي يواصل عمله بمنطقة حي الكوفة ببغداد. على خلفية ضبط آلاف المعاملات التقاعدية المزورة، دائرة التقاعد تعفي مديرها في الأنبار من منصبه. أهلا بكم. كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة تسجيل الناخبين والبطاقات الموزعة، وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية داود سلمان خضير إن نسبة توزيع بطاقات الناخبين بلغت 91% في عموم العراق، وتصدرت محافظة ديالى بنسبة 98%، فيما بلغت نسبة تسجيل الناخبين في عموم العراق أكثر من 67%، وتصدرت الديالة كذلك بنسبة 78%. وأضاف خضير أن عدد الناخبين الذين سجلوا لغاية اليوم بلغ أكثر من 375 ألف ناخب في عموم العراق، وعدد البطاقات غير الموزعة والموجودة في مراكز التسجيل بلغت أكثر من 1,000,000 بطاقة. إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتفاع أعداد التحالفات السياسية المسجلة للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة. وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن عدد التحالفات المسجلة في المفوضية بلغ 31 حزبا، وأضاف أن هناك إمكانية لزيادة عدد الأحزاب المسجلة إلى 40 حزبا في الأيام المقبلة، وأكد أن الأحزاب المشاركة ارتفع عددها إلى 294، وهناك 94 حزبا قيد التسجيل، وأشار إلى أن المفوضية مستمرة في تسجيل الأحزاب إلى 13 من آب الجاري. يرى مراقبون أن الانتخابات المحلية المقبلة تعد فرصة للمواطن من أجل حسن الاختيار ومنع الفاسدين من الوصول إلى المؤسسات الخدمية، فيما يرى آخرون أن التحديث البيومتري ضرورة من أجل المشاركة في العملية الانتخابية. تقرير أحمد الزيدي. أشهر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجالس المحافظات في الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الأول المقبل، انتخابات يعول عليه الكثيرون في اختيار شخصيات قادرة على تغيير واقع المحافظات تتناسب ومشروع الحكومة الخدمي الرامي إلى رفع المعاناة عن المناطق المحرومة. هذه التطلعات تحتاج بحسب مراقبين إلى تفاعل شعبي عبر التوجه لتحديث البيانات البيومترية واستلام البطاقات الانتخابية. مجالس المحافظات هي خطوة مهمة، أي خطوة جيدة، أي اختيار الأشخاص. يجب على المواطن أن تكون لديه نظرة استراتيجية حول اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب لغرض خدمة المنطقة أو خدمة الناحية أو المحافظة. تفويت الفرصة على الفاسدين وعدم السماح بسرقة الأصوات الانتخابية عبر تحديث البيانات واستلام البطاقات، فالتهاون في التفريط بهذا الاستحقاق سيفتح الأبواب لمافيات الفساد في استغلال العملية الديمقراطية لسرقة مقدرات العراقيين. الكثير من الفرق جاءت إلى المناطق أو إلى مراكز معينة، المدارس أو مراكز الانتخابات، وقريبة جدا إلى بيوت معظم الناس، وأخذت العديد من البيانات ووثقت
منحوا البطاقة البيومترية، هي ضرورية جدا للمشاركة في الانتخابات، وضرورية جدا ممكن أن نستفاد منها في الإحصاء، وضرورية جدا كفعل حضاري لأتمتة يعني حركة السكان. ويؤكد المراقبون على أن التهاون في المشاركة الانتخابية والعزوف عن اختيار الممثلين الحقيقيين سيبقي المحافظات لا سيما المحرومة على حالها من دون خدمات أو تغيير في الواقع المتردي. وبالتحديد في المواطن لبطاقته الانتخابية فإنه يضمن مشاركته الفاعلة في العملية الديمقراطية ويمنع سرقة صوته من قبل المفسدين وأصحاب النفوس الضعيفة. لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد. أكد الإطار التنسيقي مشاركته في الانتخابات بأكثر من قائمة مبينا أن جميع القوائم ستلتئم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات. وقال الإطار في بيان إنه عقد أمس اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، وبين أن الاجتماع استعرض تطورات المشهد السياسي والأمني والخدمي فضلا عن الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المحلية. وأعرب الإطار عن حرصه لإجراء انتخابات محلية تتسم بالمهنية والنزاهة، داعيا الشعب العراقي إلى المشاركة الفاعلة وتحمل مسؤوليته الوطنية. وأكد أنه سيشارك في الانتخابات بأكثر من قائمة على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات. ناقشت لجنة الخدمات والإعمار النيابية خلال اجتماعها تقرير التوصية الخاص باللجنة المعنية بمداخل بغداد وأسباب التأخر. اللجنة استعرضت تقاريرها لمشاريع بغداد والمحافظات في مجال الإسكان والماء والمجاري والطرق والجسور، بالإضافة إلى مشاريع المستشفيات التي يشوبها فساد، كما ودرست تفاصيل المقدمة بالاطلاع والمتابعة الميدانية مع الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات المناسبة لتأطير الحلول من قبل اللجنة. من جانبها أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة إنجاز 60% من مشروع تأهيل طريق بغداد كربلاء لتسهيل حركة الزائرين. الوزارة أكدت أن المشروع جاء تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء بإيجاد طريق بديل أثناء فترة الزيارة الأربعينية المقبلة، مضيفة أنه يبلغ طول المشروع 13 كيلومترا ويبدأ من الحدود الإدارية لجرف النصر وصولا إلى منطقة الربط بطريق بغداد كربلاء الجديد، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر حديدي. إلى ذلك أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني أن الوزارة وأمانة بغداد يعملان كفريق واحد لفك الاختراقات المرورية. ريكاني بين أن له في الوزارة واجهت هذه الوزارة واجهت تحديات وصعوبات في موضوع فك الاختراقات المرورية نتيجة وجود التعارضات وعدم وضع المخططات، فيما كشف ريكاني أن مشاريع فك الاختراقات تسير بوتيرة جيدة
بعد إزالة جميع العقبات، لافتا إلى تخصيص طرق بديلة خلال أعمال المشاريع، وأشار إلى عدم وجود قطع كلي لأي طريق، حيث تم وضع طرق بديلة عن كل مشروع يتم إنجازه، داعيا المواطنين إلى التعاون مع العاملين في المشاريع لحين تحقيق الأهداف المنشودة. بعدما أصبح مضربا للأمثال إعماريا، تواصل الشركات الاستثمارية بناء وتهيل محافظة كربلاء المقدسة من خلال المشاريع الحيوية. المحافظة أكدت أن هناك بيئة استثمارية آمنة وفعالة في كربلاء. التفاصيل مع محمد التميمي. قبل 3 سنوات شهدت كربلاء المقدسة تطورا عمرانيا ملحوظا، حيث أخذت تظهر بحلة جديدة على المستوى العمراني في الفترة الماضية من خلال إنشاء الطرق الحديثة وتأهيل الشوارع وزراعة الأشجار المختلفة وبناء المجمعات السكنية لحلحلة أزمة السكن التي كانت تشهدها المدينة، ما جعلها تتربع على عرش المحافظات العراقية على الصعيدين العمراني والخدمي. أزمة السكن في العراق يعني واضحة، وهناك كل محافظة لديها خطة وهي الوطنية كذلك بتنسيق معها. الحمد لله الاستثمار في كربلاء بيئة استثمارية آمنة وبيئة فعالة البيئة الآمنة والدعم الحكومي والخصوصية التي تتمتع بها مدينة كربلاء المقدسة جعلها محط انظار المستثمرين بمختلف المشاريع منها الترفيهية والسكنية والخدمية، حيث نالت حركة الإعمار هذه استحسان الوافدين إليها من داخل وخارج البلاد لتوفر بذلك بيئة صالحة تستقطب السائحين بشكل مضاعف. يعني خطوة نسويها بكربلاء إن شاء الله، ونسوي صرح جدا مميز يخدم المدينة وأهاليها. هذا المشروع يتكون من لحد الآن بعد التصاميم النهائية هو 700 وحدة سكنية، مشروع متكامل جميع الخدمات راح تكون للأول مرة في كربلاء وثانية في العراق هي أو بعد بغداد وهي المدارس الدولية. تطور عمراني وسياحي يلفت الأنظار في كربلاء المقدسة بعد حملة الإعمار التي شهدتها المدينة والتي تستقبل ملايين الزائرين سنويا. من كربلاء المقدسة محمد التميمي، الفرات. هذا وحدد فريق الجهد الخدمي موعد إنجاز الأعمال في 34 زقاقا بمنطقة حي الكوفة بالعاصمة بغداد. رئيس الفريق جابر الحساني أكد في تصريح على تقسيم المنطقة لأكثر من محور لتجنب حركة عرقلة الحركة فيها، مبينا أنه سيتم إنجاز شبكات الكهرباء مع أعمال تبليط وتأهيل، كما أشار إلى أنه سيتم توفير المدارس للمنطقة بعد التنسيق مع محافظة بغداد، مؤكدا أن العمل جار بخصوص إنشاء المراكز الصحية، وشدد على أن هذه الخدمات تعد ضمن خطة عام 2022 فستكون طموحة وتشمل مناطق مختلفة. للمزيد مشاهدينا، ينضم معنا في المرصد الخبري رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب علي الحميداوي. مرحبا بك معنا سيد الحميداوي في المرصد الخبري. نلاحظ لكم تحركات كلجنة خدمات نيابية على المشاريع الموجودة في بغداد وأيضا في المحافظات، كيف تجدون هذه التحركات أنتم كلجنة خدمات نيابية، كيف تجدونها؟ هل تتأثر في المشاريع المتلكئة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وتحية لكل كادر قناة الفرات ولمشاهديكم الكرام. واقعا اليوم اللي قاعد نشوفه من حركة في قطاع الخدمات حقيقة شيء يدعونا إلى التفاؤل، باعتبار أنه هذا القطاع كان متراجع ومتلكي لسنوات مضت، وأكيد كانت إلى أسباب لعلها أسباب يعني شيء يتعلق بالوضع الأمني، الوضع السياسي، الجانب المالي اللي كان يمر به البلد، وأيضا شبهات
فساد في هذا القطاع ساهمت بشكل كبير جدا في تراجع هذا الوضع الخدمات في عموم العراق. اليوم اللي قاعد نشاهده من استقرار امني واستقرار سياسي ووفرة مالية وحكومة اطلقت على نفسها شعار حكومة خدمات، قاعد نشاهد خطوات مهمة اتجاه النهوض بواقع قطاع الخدمات على مستوى بغداد وعلى مستوى المحافظات. ما قاعد نشاهد حقيقة شيء يدعونا الى التفاؤل، هناك حركة واسعة في كثير من المناطق يا ما تتعلق بتوسعة شوارع وإعادة إكساء شوارع أو تتعلق بمد شبكات صرف صحي وشبكات ماء وغيرها أو بمعالجة اختناقات مرورية في بغداد أو المحافظات الباقية أو تحريك لمشاريع متلكية مهمة في قطاع الصرف الصحي وقطاع الماء اللي هي صار لها سنوات كثيرة متعطلة بالأسباب اللي ذكرناها آنفا. فبالتالي ما قاعد نشاهد اليوم من خطوات مهمة قامت بها الحكومة وهي اليوم حكومة خدمات قاعد نشاهد مصداق لهذا الشعار من خلال يعني ما تحقق من عمل خلال الفترة الماضية. عملنا كبير جدا باعتبار أنه الموازنة أطلقت وهي موازنة لثلاث سنوات ونتحدث عن أكثر من 150 تريليون لمشاريع استثمارية، 80 من يمها 80% من هذه المبلغ لمشاريع متلكة و20% لمشاريع جديدة. أكيد هذا الرقم الكبير سيساهم في معالجة كثير من المشاكل ويعالج لنا كثير من المشاريع المتلكية، وأكيد الحكومة عندها التوجه نحو استحداث مشاريع مهمة سواء كانت في بغداد أو المحافظات الباقية. سيد الحميداوي، هو المشهد واضح، هناك حالة إعمار، حالة حركة في داخل بغداد والمحافظات، لكن نتابع أن هناك بطء في التنفيذ. إلى ماذا نستطيع أن نعزو هذا البطء؟ هل الآليات قد تكون غير متوفرة، اليد العاملة، الأموال؟ إلى ماذا تعزو جنابكم هذا الأمر؟ في إقرار الموازنة يعني مشاريع تدرون من تحال مشاريع وتبدل مباشرة بها، أكيد يحتاج لها سيولة مالية حتى يصير هناك حركة فاعلة في قضية إنجازها في الوقت يعني اللي متفق عليه. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك تعارضات، يعني عادة المشاريع من يتم المباشرة بها راح تكون هناك تعارضات في بنى تحتية في مع وزارات أخرى. يعني اليوم نتحدث مثلا عن مشاريع مهمة تتعلق بمداخل بغداد، هذه المشاريع متعطلة من سنوات بسبب تعارضات لأكثر من 8 وزارات في هذه المشاريع، يا أما خط مجاري، يا أما خط ماء، يا أما خطوط كهرباء، يا أما مشيدات مبنية سواء كانت معسكرات أو غير ذلك. هذا أكيد راح يساهم في تعطيل هذه المشاريع، وهذا حتى تعالجها يحتاج أوامر غيار جديدة، يحتاج موافقات جديدة، لأنه الأوامر غيار راح تزيد من كلف هذه المشروع. فالسبب الرئيسي يا اما يتعلق بالسيوله الماليه اللي تعطلت بسبب قرار الموازنه، يا اما يتعلق بتصاميم هذه المشروع. واليوم احنا ندعو المؤسسات الخدميه ان تراعي هذه المسالتين. الموازنه يعني انطلقت وبالتالي الموازنه ضخمه جدا، يحتاج ان تذهب بمشاريع مهمه وهذه المشاريع يكون ما بها مشاكل، ويحتاج ان نضع تصاميم حقيقيه لهذه المشاريع حتى نتجنب الاخطاء اللي راح تصادفنا. وايضا يحتاج ان نختار شركات حقيقيه رصينه قادره على تنفيذ هذه المشاريع. انا اعتقد نحن كنا امام مرحله مهمه 18 سنه من المشاكل وسجلنا بها كثير من الملاحظات، وكحكومات محليه اكيد عندها تصور كامل على المحافظات، وكوزارات معنيه بهذا القطاع ايضا عندها تصور وخطط واضحة لمعالجة هذه المشاكل. فأقول اليوم أمامنا فرصة حقيقية وفرصة مهمة يجب أن تستثمر استثمار حقيقي، وهذا الاستثمار أكيد راح يساهم في النهوض بواقع الخدمات اللي احنا لطالما كان المواطن ومحافظاتنا تعاني وتأن من مشاكل مهمة في هذا القطاع، سواء كان في مشاكل شحة ماء أو مشاكل شبكات مجاري او مشاكل كهرباء او مدارس او طرق. واعتقد اليوم التوجه الحكومي توجه واضح، الاهتمام بهذا الملف اهتمام واضح، الاجتماعات
المتواصل على مستوى محافظين، على مستوى زراعة، على مستوى يعني النزول لأدق التفاصيل في كثير من المشاريع ومعالجة هذه المشاكل. قاعد نشاهد هذا وقاعد نتابع احنا وقاعد نراقب، وأيضا التعاون بيننا وبين الحكومة قائم في دعم هذه المشاريع ودعم مؤسساتها حتى تنهض بواقعها. وبالتالي نقول الشعار اللي رفعتها الحكومة بانت مصادقها واضحة وحقق طفرة في قطاع الخدمات، ووصلنا إلى أهدافنا المهمة في هذا يعني في هذه الحكومة. وأيضا الحكومة أيضا وصلت ببرنامج الحكومة اللي وضعته وحددت له أسقف زمنية وأنجزت ما يعني ما تضمن هذا البرنامج. طيب أنتقل معك إلى موضوع آخر ضمن هذا الملف قريب إلى مسألة العشوائيات. سيد الحميداوي، حضرتك لك تصريح سابق تقول فيه بأن هذا الملف، ملف العشوائيات، يعتبر من أخطر الملفات. كيف يمكن معالجة هذا الملف برأيك؟ أنا يعني هذا التصريح من خلال عملي في قطاع الخدمات. فعلا ملف العشوائيات عندي تصور كامل على هذا الملف من خلال 10 سنوات يعني عملنا في هذا القطاع، وبالتالي هو فعلا أخطر الملفات اللي موجودة، ويجب على الحكومة أن تضع أولوية لهذا الملف. وأكيد علاجاته تكمن بأن نذهب باتجاه يعني خطين متوازيين، خط تشريعي اللي هو قانون عشوائيات اللي أرسل في زمن الحكومة السابقة وقراءة أولى في هذه الدورة، وإجت الحكومة الحالية سحبت هذا المشروع لأنه بكثير من الملاحظات والاستفهامات اللي يحتاج إعادة صياغتها وإرسالها من جديد. ونحن ندعو اليوم الحكومة لإرسال هذا القانون المهم، وأيضا خطوة تنفيذية. وشاهدنا هناك يعني جهد خدمي شكلت هذه الحكومة للدخول في هذه المناطق وتقديم الخدمات. لو كانت فعلا خطوة مهمة وخطوة تحسب لهذه الحكومة في هذه الموازنة خصص أكثر من 600 مليار لهذا الجهد الخدمي للدخول في مناطق أخرى سواء كان في بغداد أو المحافظات. بغداد لعله المحافظة الأكبر اللي بيها عشوائيات، باعتبار اليوم احنا عندنا أكثر من 2 مليون وحدة عشوائية، لعله بغداد بحدها ممكن يكون 50% من هذه الوحدات العشوائية موجودة في بغداد. الجهد الخدمي داخل بقوة لهذه المناطق. كانت هناك تخصيصات موجودة في موازنة الأمن الغذائي، لكنه التخصيص الأكبر سيكون في هذه موازنة 23-25 اللي هو يتحدث عن أكثر من 600 مليار. وبالتالي هذه الأموال قد تساهم بشكل كبير في معالجة الواقع الخدمي لهذه العشوائيات. وتدري هذه العشوائيات يعني أكيد هناك يعني سبب حقيقي نشأت يعني بسبب لعله هو يعني مشكلة السكن اللي تعاني من يمها المحافظة وتعاني من يمها العاصمة وتعاني من يمها محافظات أخرى. أيضا هناك توجه حكومي مهم نحو استحداث مدن جديدة في بغداد ومحافظات أخرى. يعني العمل اليوم قام على استحداث أكثر من 5 مدن مهمة، 2 في بغداد و3 في محافظة، واحدة في محافظة بابل والأخرى في محافظة كربلاء المقدسة والأخرى في محافظة موصل. أعتقد هذا التوجه نحو استحداث هذه المدن وسحب الزخم الحاصل من المركز إلى هذه المدن أكيد راح يساهم في معالجة هذه المشكلة. رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب علي الحميداوي، كنت معي ضيفا كريما من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
أعفى رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد أعفى مدير فرع الهيئة في محافظة الأنبار من منصبه، وبحسب أمر إداري لرئيس التقاعد فأنه تقرر تكليف فراس عادل نجيب بمهام إدارة فرع الأنبار. يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في 3 أيار الماضي عن عملية وصفتها بالنوعية بالقبض على مدير مكتب هيئة التقاعد بالأنبار بعد اعترافات لمدير تقاعد الأنبار السابق بضلوع مدير مكتب الهيئة بالتواطؤ معه في ملفات فساد إداري ومالي. كما أعلنت النزاهة في 28 من تموز الماضي عن ضبط 1000 المعاملات والأضابير والأرقام التقاعدية الوهمية المزورة في دائرة تقاعد الأنبار. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية فتح باب الإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة الدفاع، وأفادت دائرة الوقاية في الهيئة بأنها حددت المدة من 2 من شهر آب الجاري لغاية 2 من أيلول المقبل للإبلاغ عن قطاع وزارة الدفاع بمديرياتها وتشكيلاتها كافة، حتى ترى المواطنين الكرام للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الضباط والمراتب والموظفين والمديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية. ولفتت إلى أن حملة من أين لك هذا تتعلق بالأصل بالموظفين والمكلفين بخدمة عامة جميعا مسؤولين وغير مسؤولين. إجراءات نزاهة في ملاحقة الفساد واسترداد الأموال المهربة، هذا الملف طبعا لاقى استحسان المواطنين بجدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف المهم والخطير والحساس. نذهب إلى تقرير حسين ياسين. تطورات استثنائية جديدة سجلتها الحكومة في تحركاتها لمكافحة الفساد داخل وخارج العراق، أسهمت في كشف العديد من القضايا الشائكة والشبكات المتورطة بغسيل وتهريب الأموال، وهو أمر وصف بالمهم من قبل مختلف طبقات المجتمع. نسمع يوميا كثير من الفاسدين والمفسدين والأموال المسربة، وهنالك اتفاقات مع الدول الأخرى بإعادة الأموال المهربة. هذه دلالة على أنه الرجل لديه همة للعمل بهذا الاتجاه، لأن يعرف جيدا بأن الفساد لا يمكن أن تكون هنالك تنمية وتقدم بدون القضاء على هذه الآفة الخطرة. ولحساسية هذه الملفات وتشعبها شددت آراء أخرى على ضرورة تضافر جميع الجهود لإسناد الحكومة في هذه الحرب التي لا تقل خطورة عن الإرهاب. على القوة السياسية أن تعامل رئيس الوزراء وأن يكون رئيس الوزراء أكثر جرأة حتى لا تكون هناك إشكاليات، لأن بعض المفسدين يحاولون إثارة إشكاليات حول الحكومة وحول مكافحة هذا الملف. لذلك أنه لابد أن يكون أمام الناس الإجراءات واضحة، المفسدين لابد أن يذهبوا إلى المحاكم بشكل واضح، أن لا تكون لهم تسهيلات وأن يرفع عنهم الغطاء. وفي تطور جديد يتعلق بالقبض على المدانين بجرائم المالية، نجحت الأجهزة الحكومية في استرداد 2 من المدانين الهاربين بعد إلقاء القبض عليهما في سلطنة عمان، لتكون هذه الضربة إنذارا للمتورطين بهذه الجرائم بالملاحقة أينما لاذوا بالفرار. وتتفق أغلب الآراء على أن نجاح الحكومة في حسم ملف مكافحة الفساد يبقى مرهونا بمدى جدية جميع الأطراف لتقديم الدعم والإسناد لها بما يحقق ذلك الهدف. حسين ياسين، الفرات، بغداد. ختام المرصد الخبري، نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.